السابعة صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. بداية وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد أمس 3 عسكريين، ويتعلق الأمر بكل من الملازم العامل إخلف رضا والعريف المتعاقد طارب إلياس والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري رحمهم الله. وأمام هذا المصاب تقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة لعائلات الشهداء قائلا في حسابه الرسمي على تويتر: إن لله وإنا إليه راجعون. تعازي القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني وعائلة الجيش الوطني الشعبي إثر استشهاد الملازم العالم العامل إخلف رضا والعريف المتقاعد طارب إلياس والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري. دفاعا عن حرمة التراب الوطني رحم الله شهداءنا الأبرار. بدعوة من السيد الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، شرع أمس السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى قطر لحضور فعاليات النسخة 7 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2022 المقرر تنظيمها بالدوحة ابتداء من اليوم وعلى مدار 3 أيام. كما أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لدولة قطر ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. في التعاون وفي إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية، تحدث أمس وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال عمامرة ببكين مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي. اللقاء شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقد أكد الطرفان على العمق التاريخي والطابع الاستراتيجي الشامل للعلاقات الثنائية والاستعداد لبذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. الطرفان تطرق أيضا إلى الوضع في فلسطين، حيث أكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق لقرارات الشرعية الدولية. وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد الجانبان دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لا سيما قرارات الأمم المتحدة. كان لهذا اللقاء الجزائري الصيني أهمية كبيرة، وكانت هذه الأهمية بكل تأكيد تكمن في كونها نتقاسم الرؤية للمستجدات على الساحة الدولية، وأهم من هذا نتقاسم التطلع إلى العمل معا وسويا إلى جانب العديد من البلدان الأخرى. بخصوص الموقف الرسمي الإسباني المتحول والمثير للجدل حول قضية الصحراء الغربية، تستعد اليوم الكتل البرلمانية الإسبانية المختلفة في مجلس النواب لتقديم طلب مثول لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لتقديم توضيحات حول التغيير الذي طرأ في موقف الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية، موقف توالت حوله ردود الفعل المنددة من الداخل والخارج الإسباني، داعية إلى ضرورة الاحتكام إلى قرارات ولوائح الأمم المتحدة القاضية بضرورة إيجاد حل للقضية يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير. عبد الله بوزاري. ماذا تركت المملكة الإسبانية من إرث مسؤوليتها التاريخية والسياسية والأخلاقية حيال شعب الصحراء الغربية بعد انحرافها الأخير؟ يقول التاريخ إن إسبانيا سلمت أرض الصحراء الغربية في طبق من خديعة إلى المملكة المغربية بعد انسحابها من أرض الصحراء الغربية في يناير من عام 76 لتبسط بذلك
طريق السيطرة المغربية على أرض الشعب الصحراوي. قرار إسبانيا هذا جاء بعد أشهر من نقضها لعهدها بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي خلال النصف الأول من عام 75. طيلة أكثر من 90 سنة من عمر الاحتلال الإسباني المدعوم فرنسيا لأرض الصحراء الغربية، لم تتوقف المقاومة الصحراوية عن الدفاع على أرضها بالنضال السياسي والقوة المسلحة. في العام 8 بعد القرن 19 اشتدت المقاومة الصحراوية المسلحة خاصة بمناطق تاكانت وأكجوجت وتلمنست الصحراوية، واستنجد الإسبان بالفرنسيين ليطلقوا أكبر حملة عسكرية وحشية في مدينة السمارة الصحراوية المحتلة. ومع استقلال الجزائر بعد ثورة تحريرية كبيرة وتصويت الشعب الجزائري على الاستقلال في استفتاء تقرير المصير والجهد الذي بذلته لنيل الشعوب الأخرى المقهورة حقها في تقرير مصيرها، يصدر أول قرار أممي ساعق للاحتلال الإسباني عام 65 يطالب صراحة بإنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية المحتلة. استمر الوضع كما هو عليه، ومعه استمرت المناورات الإسبانية خصوصا مع التهيكل الصحراوي وتنظيم الصف الداخلي في أعقاب تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة اختصارا باسم بوليزاريو شهر مايو من عام 73-900. كانت أبرز المناورات الإسبانية حينها تقديم عرض لتقاسم أرض الصحراء الغربية. خاب المسعى الإسباني هذا، وحدث ما حدث من تواطؤ إسباني مغربي لاحتلال الصحراء الغربية بعد جلاء القوات العسكرية الإسبانية من هناك. تمر السنوات وتقر الأمم المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار عام 91 بين جبهة البوليزاريو والاحتلال المغربي، ويخرق المغرب بعد ذلك هذا الاتفاق، وتظل إسبانيا في نسق الموقف المتوازن على الأقل ظاهريا، لتختار يوم 18 من مارس من عام 2022 العودة إلى سابق عهدها في طعن شعب الصحراء الغربية بظهره. هذا وتتوالى ردود الفعل المنددة بهذا الموقف المتحول من قبل المملكة الإسبانية. تقول نجوى جدي: مجرد رسالة فقط من بيدرو سانشيز أروج لها المخزن لاستعراض عضلاته ببطولات وهمية لانتظار صنع إنجاز سياسي في ظل فشل واقعي يتخبط فيه الطرفان. موقف سانشيز الأحادي والمتزلف للمخزن تجاه القضية الصحراوية العادلة اتخذه دون المرور على غرفة البرلمان ودون مشورة الأحزاب ولا حتى علم وسائل الإعلام أو حتى أفراد طاقم حكومته، وهو ما يؤكد ذلك بجلاء حالة الانقسام التي دخلتها السياسة الإسبانية بعد هذه الخرجة المناقضة لمواقف إسبانيا التي حافظت عليها جميع الحكومات لعقود، حينما اختار رئيس حكومة الأخيرة التغييب الذاتي لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية ضمن دوائر ضيقة ومظلمة. ومما هو معلوم أيضا حالة التخبط التي يعيشها رئيس الحكومة الإسبانية بعد فشله وحكومته في تجاوز المشاكل التي أنهكت شعبه في ظل أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تراجع شعبيته مع حزبه، محاولا إبعاد النظر ولو على حساب مصير الشعب الصحراوي ومواقف بلاده. أعضاء من الحكومة الإسبانية عارضوا بشدة فحوى الرسالة المعلن عنها وتبرأوا منها. أجدد التزامي بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يجب أن يمر أي حل للنزاع بالحوار واحترام الإرادة الديمقراطية للشعب الصحراوي. سأستمر في العمل على ذلك. للشعب الصحراوي الحق في التعبير عن إرادته. سقطة رئيس الحكومة نالت رفضا قاطعا وانتقادا واسعا من طرف رؤساء أحزاب وممثلي المجتمع المدني ونشطاء وحقوقيين، إذ أعلن أكثر من 11 حزبا رفضهم لخرجة رئيس الحكومة الإسبانية غير المدروسة. 38 نائبا من هذه الأحزاب سيسجلون غدا طلبا لمثول سانشيز في البرلمان، وهو ما يؤكد رفض المعارضة
بما فيهم شركاء الحكومة لهذا الموقف المخزي، منهم زعيم حزب بوديمونس الذي طلب من إسبانيا ألا تحيد عن القانون الدولي، معتبرا أن هذا الصراع يتطلب حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا لجميع الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. الرسالة التي نشرها المخزن أحدثت شرخا داخل قبة البرلمان الإسباني الذي لم يعلم بهذا القرار الأحادي، إذ انتقد حزب المواطنين على لسان رئيسه موقف إسبانيا من الصحراء الغربية دون تشاور مع المعارضة ودون إبلاغ الجزائر، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة. وفي الاتجاه نفسه سار موقف حزب بلباو الذي أوضح أن تشكيلته لن تقدم أي دعم لأي اقتراح لا يسير في اتجاه احترام القرار الحر لمجلس الأمن الدولي والقرارات الأممية. وبتذمر كبير وصف حزب الشعب القرار بأنه طائش ومتهور. رئيس الحكومة الكتالانية بدوره اعتبر القرار خطأ فادحا ذو تداعيات خطيرة مع أحزاب وطنية أخرى من كاتالونيا والباسك وكاناريا وغاليسيا إلى جانب نقابات ومنظمات أخرى. وفي أولى ردود الفعل الصحراوية الرسمية استنكر الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي استنكر الموقف المستجد والمتحول للمملكة الإسبانية تجاه قضية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. الموقف الذي تبناه رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى ملك المغرب بدعم مؤامرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية مؤسف ومخجل لأنه غير قانوني وغير أخلاقي. إنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية التي لا يتوقف السيد سانشيز عن التبجح بالالتزام بها، لأن الصحراء الغربية بحكم القانون الدولي ليست مغربية، والقرار في السيادة عليها يعود حصريا إلى الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب جبهة البوليساري. وبالتالي فإن السيد سانشيز من خلال هذا الموقف وفي توافق مخجل أيضا مع تغريدة الرئيس ترامب يريد أن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق. إن الدولة الإسبانية بهذا الموقف تعيد اجترار الخيانة التي ارتكبتها سنة 1975 حين قسمت بغير حق وخارج القانون الصحراء الغربية وشعبها من خلال اتفاقية مدريد المشؤومة. موقف السيد سانشيز على ما يبدو رضوخ وخنوع مكشوف من طرف الدولة الإسبانية لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز والضغط والتهديد باستعمال الإرهاب والمخدرات والتدفق البشري عبر الهجرة السرية المكثفة العلنية والممنهجة. في النشاط البرلماني يواصل المجلس الشعبي والوطني اليوم أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي، وكاد تقديم ومناقشة قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 5975 والمتضمن القانون التجاري. أعلن مجمع سوناتراك وشريكه الإيطالي أوني عن اكتشاف نفطي هام في محيط الاستكشاف رملة العربي الواقع بحوض بركين بعد نجاحهما في حفر أول بئر استكشافي المسمى HDLE-1 والمتواجد على بعد حوالي 15 كيلومترا من المنشآت الحالية للمعالجة والتابعة لناحية بئر ربع شمال عن اكتشاف هام من النفط الخام. كما أفاد المجمع أنه خلال مرحلة اختبارات الإنتاج حققت هذه البئر مقدار 46.4 متر مكعب في الساعة، ما يعادل 7000 برميل يوميا من النفط ومقدار 140 ألف متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب.
كما تشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الاكتشاف يحتوي على ما يقرب من 140 مليون برميل من النفط الخام. من جهة أخرى، تخطط سوناتراك وأوني لحفر بئر ثانية HDLE2 خلال شهر أفريل المقبل بغرض تقييم حجم الاكتشاف الذي يمتد إلى رقعة المجاورة سيفاطمة 2 التي تجري أشغال الاستكشاف بها من قبل سوناتراك وأوني كذلك. ويقع محيط رملة العربي في منطقة حوض بركين على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود، وهو موضوع عقد بحث واستغلال تملك فيه سوناتراك 51% من الحصص، بينما تملك أوني النسبة المتبقية. تحيي الجزائر اليوم الدولي للغابات المصادف لتاريخ 21 مارس من كل سنة، وذلك تحت شعار الغابات إنتاج واستهلاك مستدامين. وبالمناسبة، سطرت المديرية العامة للغابات على مستوى غابة بينان بالعاصمة برنامجا ثريا يخصص للإعلام والتحسيس بخصوص المزايا الثمينة للشجرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخطار إزالة الغابات. وفي السياق، سيتم تنظيم عديد الأنشطة عبر عديد ولايات الوطن، والتي تدخل في إطار الاهتمام الذي توليه الجزائر للحفاظ على ثروتها الغابية وتطويرها. دوليا، وفي تطورات الوضع في أوكرانيا، تتواصل المعارك بين الطرفين الروسي والأوكراني في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد. وفي سياق، أعلنت موسكو بالسماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب مغادرة المدينة شريطة إلقاء أسلحتهم ابتداء من هذه الصبيحة، تاركة ممرات إنسانية نحو الشرق لحماية المدنيين، وهو ما رفضته كييف، ومؤكدة على عدم الاستسلام على حد تعبير نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية. سياسيا، تستأنف اليوم المفاوضات بين وفدي البلدين عبر تقنية التحاضر عن بعد، ويشترط الجانب الروسي التوقيع على نص اتفاق التسوية بين كييف وموسكو على مستوى وزيري الخارجية قبل الحديث عن لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. هذا ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جون بايدن إلى وارسو الجمعة المقبل للقاء نظيره البولندي أندري دودا لمناقشة الوضع. في أخبار الرياضة، يتوجه اليوم الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم إلى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو لإجراء تربص مغلق قبل التنقل إلى دوالا لمواجهة الكاميرون يوم 25 مارس الجاري لحساب مقابلة السد ذهابا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022. هذا وعقد أمس الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى للحديث عن برنامج مجيء الخضر استعدادا للمواجهتين ذهابا وإيابا أمام المنتخب الكاميروني. je peux le garantir bien sûr qu'ils ont envie d'aller à cette coupe du monde et bon les précisions des échanges et les réactions qu'il y a eu derrière bon c'est pas le lieu pour en parler mais ce que je veux dire c'est que on ressent très largement que c'est un événement particulier et donc évidemment il fallait des mesures particulières ils ont tous envie d'aller à cette coupe du monde plus qu'envie ça suffit pas il faut vraiment voilà je vous ai dit c'est pas les deux matchs les plus importants seulement pour moi dans une carrière parce que c'est l'égoïsme à la limite de penser à ça mais c'est aussi pour eux ils ont conscience que pour certains c'est peut-être la dernière possibilité de jouer une coupe du monde pour d'autres les plus jeunes ben, se dire que peut-être ils ne retrouveront pas un collectif ou une génération de joueurs on ne sait jamais on n'est pas habitué régulièrement à jouer des coupes du monde. Bon, donc il y a des probabilités qui font que peut-être ils n'auront pas une autre opportunité d'en jouer. Moi, je leur souhaite d'en jouer plusieurs. Voilà, c'est pas une certitude. Donc, il faut profiter de cet instant, il faut profiter de cette équipe. Elle a envie en plus de se racheter. Vraiment, حظ موفق للخضر في مشوارهم التصفوي. نهاية الموجز في أمان الله.